السلام عليكم. اليوم بزيارة حدائق السلطان ومجموعة زيد حسين، عندهم تخفيضات نشوف هذا اللي على الدائري الشرقي في الرياض. هذه أشجار الزيتون، شوف زي هذه 172,000، هذه 8,000 صغيرة، واللي هناك 120. اللي يحب أشجار الزيتون يحب اقتناء. شوف الصغيرات كم، هذه الصغيرة 8,700 أو 9,700 وهكذا. كل هذه أشجار الزيتون مرمية مجموعة. كان عندهم موجود شلالات أنواعها وأحواض كلها، هذه يبيعونها بعد، يسمونها سلة ترخيص 546 بالأشجار اللي فيها بس الحديد. إذا هذه أحواض اللي يدورون أحواض، أشكالها وسعرها أحجام مختلفة. هذه أيضا أشجار 90,000، أشوف هناك 90,000 الجهنمية والباقي، لأنها مشهورة عندهم كثير، شتلاتها موجودة عندهم هنا إن شاء الله. البفتة الموسمية أيضا شوف أسعارها على ريال وربع، وهذه الروزميري هناك يعني. هذا الريحان، هذه بعد جلسات عندهم، شوف الأربع كراسي، هذا خشب 2600، هذه الأسود يعني 5 أشخاص على 4,000، فيها طاولة وفي طاولة جانبية هناك. هذه أكبر تأخذ 5 أشخاص، شكلها جميل يعني، توصل إلى 5,800، بس ما أدري في هذا الطاولة ذي ولا الأخ كوفي تيبل. أوكي، مع الطاولة، مع الطاولة هذه، هذه طبعا كراسي معلقة، هذا 890 مثلا، أيضا هذا على 1,000، هذاك على 829، وهذا 800 أيضا. كلهم يمكن هذا، يمكن هذه خشب، هذه أكيد خشب. إيه إذن عندهم ما يشبه الخيمة اللي هي زي هذه، يعني سعرها 13,000 تقريبا. وهذه سعرها 4,700، طاولة والكراسي فقط 13,000. هذا الحديد والخوص، هذا مثلا هذه الجلسة، بس الجلسة ما طاولتها 5,000 ريال، 5,000 ريال. أما بالنسبة للمظلة سعرها، شوف سعرها هناك اللي هو، لا ما ظنيت 1,700، بس شوف 1,700 هنا، هذه مظلة. هذه جلسة اللي هي الرمادية، هذه 6,500. هذه جلسات 11 زي هذه، 5 مقاعد 4,800، أقل أشخاص وأغلى سعر 5,200، هذه بحدود 12,000، 5 مقاعد مع الطاولة 14,000. هذه سعرها 6,000، يعني كل 7,000 جلسات ومخاد حقتها والطاولة اللي في النص. هذه جلسة 4 أشخاص ألمنيوم خارجية 3,300. طبعا داخل يوجد أكثرها خزفيات أحواض سيسانة وما أدري إيش يسمونها، ومعها أشجار، هذه أشجار زينو صناعية كلها، زينو صناعية كلها. هذه
طاولة حلوة بعد خارجية 8 كراسي، 4200 أو 4300. هذه طاولة خشبية 8 أشخاص مع مظلتها، 4400. أيضا عندهم الشلالات، هذا الشلال 1600، وأظن هذا حوالي بعد. هذه جلسة بعد خارجية 3200. خفيف، ألومنيوم خفيف. 6 أشخاص أيضا 2400 مع الطاولة الصغيرة. أيضا مكان للمظلة، لو تشوف المكان للمظلة هناك عكس هذيك ما في مكان للمظلة، بس هذيك طاولة أكبر، يعني فرق 1000 ريال. شلالات صناعية، هذه 2400 وهذه 958. جلسات قصار 4 أشخاص 1800، جلسات شخصين 724 ريال. هذه أشجار داخلية، أسعارها بالتقديس. أو المكان هذا كله أشجار داخلية تشوفها. لاحظ الأشجار الداخلية طبعا أغلى من الخارجي، وأكثرها يعني تحت المكيف. حتى عندك في البيت يكون تحت المكيف. هذه أشياء كثيرة، صباريات حتى هناك موجودة. هذه نباتات داخلية، نباتات زينة، كان كبير فيها أشياء كثيرة. هذه طبعا من الأشجار اللي هي يعني جميلة في داخل البيوت، اسمها بالعربي ريكا، ولكن هي طبعا اسمها كنتينيا أو كينيا، بس احنا نتكلم اللي هي يسمونها كنتينيا. سعرها مختلف 400 حسب حجمها، يعني جميلة في داخل البيوت. في منها بعضها تشبه النخل لكن مي بنخل، شوف شلون جميلة. أسعارها مختلفة، ما هي سوى طبعا تصير مو زي الكبير، يعني يمكن ليها يحبوا الديكور والأشجار الداخلية هي يعرفها. هذا اللي اسمها بجنفيل بعد موجودة عندهم. هذه سوري أسف، هذه يعني تقريبا هي نفسها، يسمونها بوكا، هنا يسمونها إيه، يسمونها يوكا، هنا نسميها جنفيل. 87 ريال أسعارها حسب حجمها، بس زي هذه 87، هذه أكبر منها شوي. هذه كم سعرها؟ لكن يبي لها اهتمام طبعا. صباريات على 15 ريال يبيعونها، والشي على 33. هذه طبعا شوايات، هذه 2000 وهذه 8000. إن شاء الله بطلع الصين قريب وبوريكم أسعار هذه الأشياء كل اللي أنتم شفتوها، راح أصورها وتشوفونها كيف الأسعار، فرق ما بين هنا وهناك. هذه 9400، هذه فيها غاز وفيها يمكن فحم، هذه 9 تخيلوا 9500. هذه مقفلة، هذه 8000. طبعا هذه ماركات يمكن تكون أوروبية، لكن هو صنع في الصين، كله في الصين. هذه بـ20000، هذه شواية بـ20000. طبعا هذه الشوايات اللي هم ماخذين، هذه 1096 نابوليون شكل، هذه خاصة في الشوايات. أيضا هنا شواية أخرى بحدود 2000 ريال، شوف سعرها هناك.
كثير من طاولات أشجار صناعية. شو الطاولة هذه؟ سعودة 6700 ريال. المظلات مرجح على قولكم هاي تقريبا 1000. اللي هي البيج هذه حق 3 أشخاص، وهذه تقريبا سعرها 1200. يس حديد، لكن ما ادري عن قدرته. اللي هناك يمكن تكون اقل لانها ما هي بحديد، يبدو لي خوص. هذه بـ2000 ريال. هذه وهذا زي ما تقولون شفتوها يمكن في بعض الفنادق موجودة، حدود 5000 ريال سعودي. هذه هي جولتنا في حدائق السلطان. أخذنا لكم المنتجات الموجودة عندهم حتى انكم تقارنون وتعلمون وش اللي فرق. اللي شاف انه شوف اسعار غالية يعطينا راية، اللي يشوف انها اسعار معقولة ايضا يعطينا راية، واللي شافها في الصين كم اسعارها وكم اسعارها هنا يعلمنا. تحياتي الجميع، اتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونراكم فيديوهات قادمة بإذن الله.